طريقة اللعبة بكل بساطة، المافيا شخصين والمواطنين الباقيين اللي معهم برضو الشايب، الشايب يحاول يحمي من الموت، فيا أنه المافيا يقتلون جميع المواطنين يا أنه المواطنين يكشفون المافيا. طيب مودي ساكت، فارس مع السلامة. يا هلا وسهلا يا جماعة الخير، مقطعنا لهذا اليوم برعاية انفيني ار. هذا الموقع كل ما تحتاجه للبي سي، كل ما تحتاجه للبثوث من شاشات من اكسسوارات من بي سيات بانواعها تحصلونه موجود بالموقع. وصلني منهم بي سي يا جماعة الخير مو طبيعي، فخم مره مره مره، مواصفاته جدا جبارة. اول شيء عندنا يا جماعة الخير المذر بورد اللي هو 690 زد من جيجا بايت، فيها تقريبا 12 منفذ يو اس بي، وعندنا كرت الشاشة اللي هو ار تي اكس 3060 12 جيجا، مره قوي مره حلو. برضو في معالج i5 12600 kf، المواصفات يا جماعة مرة قوية، تناسب كثير من الناس. وهذا البي سي يا جماعة بالمواصفات اللي ذكرتها لكم جبار جدا والله. شكرا انفيني ارك لدعايتكم هذا المقطع. مشاهد أعطني ثواني من وقتك، الله يعطيك العافية. بتكلم لكم اليوم عن كرت نيفيديا. طبعا أغلبكم كلنا لعبنا بالكونسل قبل، ألعاب كثيرة نفس ريدد نفس جود فور، لكن تحمست قلت بلعب الألعاب ذي على البي سي. صراحة لعبتها اللعبة تغيرت علي، كني قاعد ألعب لعبة جديدة. تبيها فريمات، تبيها جودة 4K، تبيها سرعة، وغير كذا تقدر تبث وانت مروق، تبث وانت مرتاح من الآخر. كروت نيفيديا الجديدة من فئة 30 عندك زمن استجابة أقل مع تقنية RTX، مع التجربة تغير شكل اللعبة بشكل مو طبيعي. أشاهد موضوع إنه كروت نيفيديا غطت على الكونسل بشكل عام من ناحية الجودة من ناحية السرعة. ما أطول عليكم، خليكم على المقطع. يلا بسم الله، كل واحد ياخذ ورقة. إيه بعيد، أنا بعيد. زين التمسيح ليه؟ مدري ليه؟ لا 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 روب، نزلوا راسكم كلكم. يلا تبي تفتح؟ اي حقت السبيت وش تسوي؟ خلاص يقول لك، والله كان قال بلا بلا مكار يا اخي. اي ترى احنا ما ندري. هاي هني بك تسبيت الشايب، ارفع اختار واحد تحمين. تحمين الشايب. طيب رايد برضه انه ميت بس انحمى من الشايب. الله ايه بطلعك اسكت ولا كلمة يا ركان. لا لا احس ركان هو اللي بيحمي. طيب في واحد هنا يخاف مني، يخاف اني اكفطه ركان جوا جوا، عشان كذا هو اللي ذبحني. شوف اصبعي ورا، شوف اصبعي وين يروح. حلو، وش اللي يسكت من؟ حلو، الشايب يقوم يحمي واحد. الشايب العايب. الشايب ما قدر يحمي هذا واحد. يا الشايب تراك ما تقدر تحمي نفسك مرتين. ركز معي، أنت ميت أصفك على زلفك. ميت لا تتكلم وأنت ساكت. تتكلم الحين. هل هو كم سكت نفسه؟ سوي ذكي شو ذكي ركان أي كيو عالي. أنا عندي شك بسيط على عزوز. ليه؟ أنا أقول لكم ليه، هذا ضمنه، حلو؟ ميت، ضمنه. هذا ضمن عزوز. عزوز كيف يبي يضمن نفسه زيادة؟ بالعقل كيف بيضمن نفسه؟ إذا يبي يضمن نفسه زيادة بيقتلك أنت. لا ما يقتلني أنا، كذا بيجي عليه شك. طيب لكن قتل ذا علشان هو ينضم زيادة. لا هذه خطتك منك ذبحته؟ والله خطتك زقة صراحة. صوت عليك. لا والله. السلام عليكم، تصويت الآن، طولناها. انا صوت زياد، كل واحد صوت على كيف. انا اقول زياد. لا زياد تعال. خلاص صوت، خلاص انا اذكرك. خلاص انا مالي صوت. يا نطق مروح يا خلاص زياد ارتش. ايوه ايوه زياد انا داخل مودي والله. اقول لكم نزلوا زياد، نزل لكتين، ارفعوا روسكم. طيب لكتين اختاروا. اوكي الكتين نزلوا، الشايب ارفع. مين يرفع؟ انا ضامن شايب. هذا دنقة الحمور لانه شايب. ليه؟ اذني صغيره بس ملمسها عميق. سمعت الكاب يتحرك كذا. انا على فارس.
الرجال ابن الرجال لك قتل مودي بس شايب حماه عرفت جره عرفت جره ما خليت الذهب لا يا شايب عرفت انا ظلمت كاسف ايش فيك ليه قتلتني ليه زياد اكثر تصفيت على زياد انا قلت عزوز طب عشان الجيم ما يستر وما يفوز بوستر بصوت على الروح لا 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 على زياد خلاص على زياد على زياد لك ارفع واقتل واسكت سكت واحد لك اقتل شايب ارفع طيب ارفع الجميع مودي اسكت والله اني داري انا ميت روب ميت هذا زياد انا زياد زياد خلاص زياد اثنين انا بس دقيقه ما قتلت لا مودي ولا سكت ذا سولف انت القم 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 مسكت رايد وقتل مودي هذا اشر طيب الكي ينزل الكتين ارفعهم لك اقتل شايف ارفع اختار عزوز ميت عزوز ميت طيب شايف حلو ايه انا الشايب هذا الاكة رايد حلو ركان ساكت ما يقدر يصوت لا 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 خلوني اصوت على من بصوت على رايد اصلا رايد صوت انا روب يلا دوري انا لا يا اخي وريني وجهك صوت على مين على رايد انا مواطن يلا غمض يلا الكل ينزل رايد غمضوا انا حكم الجميع يغمض اكة السبيت يسكت واحد والاكة ثانية اذبح واحد طيب يا شايب قم احمي واحد احمي واحد سريع الجميع يقوم روب ساكت ما تتكلم ولا كلمه فارس الله يرحمك انا صوت المودي مودي يلا 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 عطوا كم غمض 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 كم بقى واحد خلاص فاز بقى واحد فاز وزياده ذا يلا 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 شايب ارفع احمي انا ساكت وكف وميت انا ميت صح رايد اسكت عزوز صوت اسمع بتطلع ولو انك مواطن ما نبيك علمتك ركان صوت والله لا طلعت اقسم بالله صوت على الواد ركان صوت ركان يا يا رجال بس بس رايد عندك الحسن عندك الحسن يا ولد وش انت الحين غمض طيب ارفع يا شايب طيب مودي ساكت فارس مع السلامه اللعبه يا شيخ مودي ساكت يلا فوز فوز ما قد شو ما جاء انا شايب طيب انزل ويلكك طيب اربع اتكلم انا مت اتكلم بتكلم يا خرب ام المقطع عزوز ميت عايد نظرني رئته دخلت في اذني من هو يعني؟ هو الشايب انا ما افهم لا هو يكا لو ان الشايب حمى نفسه ليش ما حمى زياد؟ تثق فيني ولا لا؟ شمري الفاضل ولد عمي طلع مودي الشايب حمى مودي انا داري بسوي الشايب حمى مودي زياد شوف وجهي سكت ولو حامي مودي ساكت وساكت تصويت؟
انا ما عندي مناقشه ابدا، انا اقول مودي. صحيح والله خلاص خلصت. هو ما عنده تصويت، روب صوت. مودي. ايوه اسمع مودي. مودي. يلا. لك اكشف. طيب وقف 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 وقف. اكشفوا. لا 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 تكشف. لا تكشف يا اكشف. لا تكشف يا اكشف. بس. يا اكشف. يا اكشف. هذا اذكى واحد في بابا. يس يس. يعطيكم العافيه يا جماعه الخير، لا تنسوا اللايك والاشتراك. مع السلامه. اشتركوا. يلا اشوفكم جزء ثاني ان شاء الله.